طيب خدنا من عندك فيديوهين، الحرب العالمية الأولى. دي احنا بس فيه، احنا مشكلتنا اللي هم ده الحرب العالمية الثانية. الأولى ده صامت، ده تسجيلي. تسجيلي في وقتها. تسجيلي في وقتها. مين بقى اللي عامله؟ اللي عامله الجيش الانجليزي في المنطقة اللي هو كان فيها ده. هو توثيقي ليهم. توثيق هم لقيته انت فين بقى؟ انا لقيته في المعسكرات، كان يعني في صندوق حديد تابع المعسكرات الانجليزية في فايد. يعني كانوا ناس واخدين صندوقين ثلاثة، لقيت فيهم بتوع الحرب العالمية الثانية والحرب العالمية الأولى. كان في المعسكرات موجودين في المعسكرات الانجليزي بعد خروج المعسكرات خروج المخلفات. المخلفات فور دون وير كاتنج باترولز ات اوبند بقرب شويش. بيحكي بقى في الفجر مش عارف حصل ايه يعني بيحكي تسلسل المشاهد اللي بنشوفها. Thank you.
ده كان في مخلفات الجيش الانجليزي. يعني معناته انه هذا الفيلم فعلا تسجيلي ما هواش مصطنع. لا متصور وقتها وقت الحرب. يعني في الحرب العالمية الأولى كانت الجيوش بتخرج معاها كاميرات تصور الأفلام. مش زينا في 73. ده عندنا بقى يا عم مكر. ده عندنا في العالم بتاعنا العربي. هو ده اللي هو فيصل وعبد الناصر. ده فيصل بطولة الدورة الرياضية العربية الرابعة بالقاهرة سنة 64 أهي جريدة مصر الإخبارية الناطقة إنتاج التلفزيون. يا فرج النبي لقينا حد عمل حاجة. الله ملك فيصل وجمال عبد الناصر. ملك فيصل الله يرحمه وجمال الله يرحمه. شوف اللي حواليهم بقى. يا نهار أبيض ثروة لا تقدر بأموال الدنيا. مرحبا فيصل وناصر الله عليكم. طب ده ممكن مثلا يبقى فيه منه في السعودية؟ ده لا بذمتك؟ لا والله لا. شوف طول عمرنا عندنا علاقات قوية ازاي بالسعودية وبأهل السعودية وبعدين تحس انهم معتادين جدا على انهم يتقابلوا ويقعدوا مش عارف ايه. مش زيارة. لا مش زيارة. لا غريبة يعني. لا لا لا. وبلغ التنافس أشده بين العدائين العرب على الفوز بسباقات ألعاب القوى التي أقيمت على مضمار الجري باستاد القاهرة. كذلك أقيمت على الاستاد بقية ألعاب القوى الأخرى. النصيب الأوفر من ميداليات الفوز لأبطال الجمهورية العربية المتحدة، كما فاز أبطال المغرب أيضا بعدد من الميداليات. أما كرة القدم فقد كانت مبارياتها مثار اهتمام الجميع. اشتركت في بطولة الدورة للكرة 10 فرق عربية قسمت إلى مجموعتين. وقد كانت المباراة النهائية على بطولة الدورة بين فريقي السودان والجمهورية العربية المتحدة. تلك المباراة التي أمها جمهور غفير احتل مدرجات استاد القاهرة الدولي. قد انتهى الوقت الأصلي بين الفريقين بتعادلهما بدون أهداف، فلعب الفريقان وقتا إضافيا على شوطين لمدة نصف ساعة، وعبثا حاول كل فريق أن يغزو مرمى الآخر حتى نهاية المباراة التي عمرت بالكفاح والندية والإثارة والمتعة. See you then.
شهدت ملاعب كرة السلة بنادي الجزيرة لقاءات الفرق العربية التي شاركت في بطولة الدورة لكرة السلة. وبعد مباريات تميزت بالإثارة كانت المباراة النهائية بين الجمهورية العربية المتحدة والسودان. وقد انتهت المباراة بفوز الجمهورية العربية ببطولة الدورة في كرة السلة. اليوم 11 من سبتمبر 1965 وهو يوم ختام الدوري. امتلأ استاد القاهرة ب100,000 متفرج تطلعوا إلى اللحظة التي وصل فيها إلى مقصورة الاستاد السيد الرئيس جمال عبد الناصر وضيفه الكبير، حيث أخذت الأقف تصفق ترحيبا وابتهاجا. مش معقول يا عم مكرم. المواد الأرشيفية اللي بيجمعها الهواة أو بيتاجر فيها التجار قيمتها بتختلف على حسب قدمها، ندرتها، صعوبة الحصول عليها، تأثير الزمن عليها، جودتها، فهي مادة جيدة للتجارة، وفي تجار كبار بيشتغلوا فيها، وطبعا بأمورهم المالية بتتطور بشكل عالي جدا، يعني بقى في لا تقل ثرواتهم عن تجار الذهب وتجار يعني تجار الكبار بشكل عام. فالتاجر بيبقى دارس المسألة من هذه الزاوية، من زاوية اني بشتري وبراكم فلوسي، بقدر ابيع وبقدر اخلي الحاجة عندي تفضل فترة لغاية ما الاقي لها مشتري جيد. لكن على كل الاحوال حتى التجار بيبقوا من اكتر التجار محترم احتراما، لانه تاجر المادة الارشيفية او تاجر القديم بيدرك قيمة المادة اللي بيشتغل فيها، بيبقى هاوي وتاجر في نفس الوقت يعني. لكن هو في النهاية في الاول وفي الاخر تاجر عاوز يسترد فلوسه والمكسب عليه. ده مختلف بقى عن الهاوي. الهاوي بيتعامل مع الارشيف، هي عاملة زي الادمان. بالتدريج الهاوي بيكتشف انه المسألة زي البحر، بيشرب ويعطش فيشرب تاني ويعطش، لانه الهواية لا تنتهي، فضلا عن انه علاقته بالعالم الخارجي بتتبدل، اقتناعه بالعالم الخارجي بيتبدل. يعني بالظبط بيبتدي يكتشف العالم الخارجي مصنوع من البلاستيك، من الالومنيوم، من حاجة مش مشبعة. هو اشباعه بيتحقق جوه المكان اللي هو قاعد فيه، جوه المادة اللي هو بيتعامل معها. ريحة احنا زمان واحنا صغيرين كنا ننزل نشتري مجلة ميكي، كويس، قبل ما يعني هي المفروض بتطلع بتنزل السوق يوم الخميس، فالمتعهد وقطر الصحافة كان بيجيبها لنا يوم الاربعاء بالليل، فنطلع نستنى القطر وانا واخواتي، واول ما نشتري العدد اول عدد تفك الرابطه وناخد العدد ونمشي احنا الثلاثه، اخويا الكبير ماسك المجله واحنا عمالين نتنطط عشان نقرا معاه ونشم احنا الثلاثه ريحه الخبر. لغايه دلوقتي انا بجمع مجله ميكي من اول ما كانت بتطلع هديه على مجله سمير في الخمسينيات 59، لغايه دلوقتي بشم ريحه الخبر وافتكر ايام زمان لما احط اسطوانه او شريط كاسيت لعم مطلب واقعد اسمع والاستمتاع، والراجل اللي ساكن في حي السيدة وبيروح يزور حبيبته وخطيبته في الحسين طول النهار رايح جاي عليها وبتاع. متعة متعة متعة.